رصدت الشبكة الوطنية رصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد مساء هذا اليوم الساعة 8:34 هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر وبعمق 5 كيلو في نفس منطقة ساحل دبا الفجيرة. ونحب نطمن السكان بأن هذه الهزة ضمن النشاط الزلزالي الخفيف في المنطقة وليس لها تأثير أو أضرار بإذن الله.